برج الحمل. مهنياً، الحظ يقف إلى جانبك بأي قرار تتخذه في هذا اليوم. حاول أن تبت في كل الأمور المدروسة على الصعيد المهني والعملي. عاطفياً، قد تتخذ اليوم قرارات متسرعة وقاسية وغير مدروسة بعناية، ولا تراعي مشاعر الحبيب أو الشريك، وربما يؤدي ذلك لإرباكات أنت في غنى عنها. برج الثور. مهنياً، قد يحاول اليوم بعض المقربين الوقوف ضد ما تخطط وما تعمل من أجل نجاحك المهني، ولكن حذرك ومعرفة ما يدور حولك سيخرب مقصدهم. عاطفياً، علاقتك مع الحبيب أو الشريك تكون اليوم في أحسن حال، وتعيش معه حالة العشق والود والتفاهم. برج الجوزاء. مهنياً، يعرض عليك أحد الأصدقاء العمل في مشروع ما، ويؤكد أنه سيدر عليك المال الوفير. لا تستمع إلى أفكاره، لأنه مشروع خاسر. عاطفياً، العازب، تحزن على فشل علاقتك مع الحبيب، ولكن قد يكون هو الخير لك، لأنه غير جدير بحبك وإخلاصك. المتزوج، ربما يسبب أحد أفراد الأسرة لك الألم لعدم نجاحه وقلة طموحه. أعطه فرصة أخرى في المجال الذي يرغبه. برج السرطان. مهنياً، تكون اليوم أمام أبواب النجاح والتميز، وما عليك إلا أن تفتحها بقوة لتسير دون أن تنظر إلى الماضي، واضعاً حلاً لكل عقبة. عاطفياً، تكون في مستوى واحد من التفاهم والحب والتفكير مع الحبيب أو الشريك، إلا أنك قد تشعر بالوحدة والغربة والإحباط العاطفي دون أن تعرف السبب وما تريد. برج الأسد. مهنياً، تحاول اليوم إعداد خطة لتغيير حياتك المهنية إلى الأحسن كي تستعيد زمام المبادرة في كل الأمور التي كانت خارجة عن سيطرتك. عاطفياً، العازب، أزمة في علاقتك العاطفية مع الحبيب بسبب تردده بالارتباط، لا تلبث أن تزول. المتزوج، نزوة عابرة وبريئة تهدد علاقتك مع الشريك بالضعف إذا لم توضح ظروفها بصدق. برج العذراء. مهنياً، قد تكون اليوم أمام امتحان صعب يتطلب منك التركيز والتفكير بعمق وملاحظة أدق الأمور كي تستطيع تجاوزه بنجاح ودون عقبات. عاطفياً، العازب، تتأكد اليوم من أهمية التوازن بين استعمال العقل والتفكير المنطقي وبين الحب الذي تعيشه بقلبك. المتزوج، تجد التعاون والدعم من الشريك، ولكنه قد يصارحك بأنك تشفق عليه ولا تحبه، وتشعر بأن كلامه منطقي، وتبحث عن طريقة لتغيير أسلوبك معه. برج الميزان. مهنياً، تجد أن كل ما يحيط بك يدعو للتفاؤل، وسوف تتحسن ظروفك العملية والمهنية، وتنطلق بثقة وثبات في طريق التقدم والنجاح. عاطفياً، العازب، يراودك حلم الارتباط وتود تحقيقه لتستقر وتكون أسرة، وتحاول إقناع الحبيب ولكنه يؤجل ذلك. المتزوج، تقلب مزاجك يؤثر على علاقتك العاطفية مع الشريك، اتبع معه أسلوبا هادئا وستعيش على جنة الأرض. برج العقرب. مهنيا، أبواب الحظ مفتوحة أمامك اليوم لتنفيذ الأفكار التي تدور برأسك ولتحسين وضعك العملي والمهني. عاطفياً، تسير الأمور العاطفية بشكل طبيعي، ولكن قد يكون الشريك أو الحبيب قلقاً لأنه خائف أن تبتعد عنها أو تضطر للسفر من أجل تأمين دخل مادي أفضل. برج القوس. مهنياً، كثير من الانتقادات من الآخرين حول طريقة وأسلوب عملك، حتى أنهم يتهمونك بالتهور،
لا تستمع لأحد وواصل أسلوبك المهني لأنك على صواب. عاطفياً، العازب ابتعد عن الأوهام وعد للواقع، فالحبيب غير واضح ومزاجي ولا يناسبك، وأنت تحتاج من يعرف قيمتك. المتزوج، تفتش عن مشاعر جديدة للهرب من الروتين والرتابة في حياتك العاطفية. الشريك بحاجة لإخلاصك. برج الجدي، مهنياً تنتابك اليوم ومضات فكرية وخواطر تتوارد إلى ذهنك ستساعدك على إعداد خطة جديدة لتحسين أمورك المهنية. عاطفياً، العازب تخف اليوم جذوة عواطفك وتنشغل بتأمين مستقبلك وتزن الأمور بعقلك وليس بقلبك. المتزوج، الحب المتبادل مع الشريك مهدد بالتحول إلى التعود والألفة، وبيدك فقط أن تعيد للحب قوته السابقة، وذلك بفهم ظروف الشريك. برج الدلو، مهنياً بعض الصعوبات العملية التي لم تكن تتوقعها تقف حائلاً أمام بناء مستقبلك المهني، وسوف تتجاوزها بفضل ذكائك وقوة إرادتك. عاطفياً، ربما تتعرض علاقتك العاطفية لمحنة، ولكن بتعاونك مع الحبيب أو الشريك والوضوح الكامل لمسارها تستطيع إنقاذها. برج الحوت، مهنياً فرصة ربح أو مكافأة مادية في الأفق، عليك التركيز ومعرفة كيفية الوصول إليها لأنها من حقك. عاطفياً، العازب الحب يبدو على وجهك المضيء بنور العشق، ولأنك مرهف الأحاسيس تتردد في التعبير عنها وأحياناً تخشاه. المتزوج، تتطور علاقتك مع الشريك وتأخذ منحاً جديداً في اتجاه العشق والحياة السعيدة.